بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب. كل ذلك لي وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوء عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلمة والظلمة نورا، يدعوني فألبيه، يسألني فأعطيه، يقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي. مثله عندي كمثل الفردوس، لا يمث ثمرها ولا يتغير حالها. الشاهد، ليس كل مصل يصلي. هذا الحديث القدسي شيء عجيب، في أهم في الدين. قال: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. هل آمنت بالله أم آمنت بالله العظيم؟ دقيق. الله عز وجل قال: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فالمطلوب أن تؤمن بالله العظيم، لأن إبليس آمن بالله، قال له ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال له: خلقتني من نار وخلقته من طين، قال له: أنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس مآمن، بس ما آمن بالله العظيم، والآية تقول: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فالتركيز على العظيم. لذلك لا بد من أن تتفكر في خلق السماوات والأرض من أجل أن تعرفه. الله قال له آيات كونية، قال له آيات تكوينية، قال له آيات قرآنية. طريق معرفته من خلال آياته الثلاث: الكونية خلقه، والتكوينية أفعاله، والقرآنية كلامه. تعرفه من خلقه ومن أفعاله ومن كلامه. بقدر معرفتك بالله تستقيم على أمره، وأي خلل بالاستقامة يعني في خلل بالمعرفة بالضبط. أي نقص بالاستقامة بقابلها نقص بالمعرفة. والله في آية دقيقة جدا، قال: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله ليش اختار من أسمائه اسمين؟ العليم والقدير. بس إن آمنت أنه يعلم ويعاقب ما بتعصي أبدا. بدنا مثل أرضي، فأنت حينما تعلم أن الله معك تستقيم على أمره. هو الحقيقة الدين كله كلمة واحدة: استقامة على أمر الله. ما في استقامة لا نقطف من ثمار الدين شيئا. لذلك ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. عرفت عظمته فاستقمت على أمره. تعرف عظمته من التفكر في خلقه، ومن النظر في أفعاله، ومن تدبر قرآنه. الكون جاء الآية: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا خلقه.